المتهمون الذين لم يظهروا إما قتلوا أو ما زالوا في مناطق المعارك. جلسة المحاكمة لم يحضرها سوى 8 من جماعة الشريعة من أجل بلجيكا من بين 46 متهما. من بين الحاضرين يويون بونتينك الذي يعد شاهدا ومشتبها فيه في الوقت نفسه، وهو يدعي أنه شاهد كيف قامت الجماعة بتجنيد الشباب وحولتهم لجهاديين. أما والده فيرى أن الدولة فشلت في التعامل مع التطرف. لا أرى أي إجراءات وقائية في بلجيكا أو عمليات رقابة إضافية على الحدود. أرى مراهقين قاصرين يستقلون الطائرات دون موافقة والديهم ويسافرون إلى سوريا، وفي النهاية ينتمون إلى داعش. الادعاء يرى أن فؤاد بالقاسم هو المتهم الرئيسي في هذه القضية، خاصة وأنه معروف بسوابقه القضائية منذ صغره. هذا الرجل أراد نصف النصب التذكاري للعاصمة بروكسل والمعروف باسم الأتوميوم. ديننا ونظامنا المجتمعي أفضل من نظامكم. هذا الرجل كان موجوداً عندما أسس بالقاسم قبل 10 أعوام شبكته داخل ناد للشباب في أحد ضواحي مدينة أنتفاب. كان بالقاسم يخاطب المراهقين بين سن 14 و15 ويقول لهم إن أباك لم يندمج في المجتمع، لذا فهو بلا قيمة لا للإسلام أو لشعبه أو لبلده. سبق وأن حذر كالوي مراراً من بالقاسم أنذاك ولم يحدث شيء، فهل فشلت السلطات؟ من وجهة نظر عمدة مدينة ميشيلان يوجد تهديد، ولكنه وخلال مظاهرة مشتركة للمسلمين والمسيحيين حذر من الوقوع ضحية للذعر. علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا، وهذا لن يتم إلا بالوسائل الديمقراطية فقط، وإذا لم نفعل ذلك فسيعني هذا انتصار خصوم الديمقراطية. في العديد من المدن البلجيكية يتظاهر المسلمون مع المسيحيين هذه الأيام لإظهار التضامن، فالخوف يتزايد بين الأهالي على أبنائهم. يجب أن نكون أكثر انفتاحا، وعلى المسلمين فتح المساجد للجميع والحوار مع الآخرين، وأعتقد أن هذا سيغير الكثير. الادعاء يطالب بأحكام بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاماً بالنسبة لبلقاسم، وبدأ النقاش الآن حول طريقة تعامل الدولة مع الإسلاميين المتطرفين.